أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها، وأن أحترم قوانينها وتقاليدها. شكرا. تكريم درع النجوم يوم العلايلي خريج القسم المدني اشغال بنيويورك للاشتراك في تصميم 3 شبكات مترو انفاق في 3 مدن. شارك في التصميمات لمشروع الصالحية نفق الشهيد احمد حمدي، مشروع كوبري 6 اكتوبر. سؤال. وكان وزيرا للري والموارد المائيه ونائب الرئيس الشرفي للهيئه الدوليه للري والصرف على السد الرملي الامامي والخلفي، تنفيذ اول قطاع سطحي في نهر النيل من الضفه الشرقيه للنهر وحتى الضفه الغربيه. الهيئه القوميه للارخاء منذ انشائها وحتى سنه 1990 رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري في الفترة من 90 ل 97. النصر العامة للمقاولات. مهندس مش مهندس. درع بس شوية حبيبي. رجع بس ورا شوية عشان تدي فرصة للناس.